صوت العرب من القاهرة، من الشارقة، من الشارقة. لك كتاب، لك كتاب. من الشارقة العاصمة العالمية للكتاب. النور والكلمة الصادقة والعلم النير والثقافة التي تستطيع أن تملأ العقول الخاوية. العالم يقرأ من الشارقة. من الشارقة. صوت العرب في تغطية خاصة للدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. الإعداد والتقديم ياسمين إبراهيم. مستمعينا، نبدأ هذه الرسالة اليوم من معرض الشارقة الدولي للكتاب والكاتبة العراقية الكبيرة الكاتبة إنعام كاشجة، والتي تكتب الرواية وأدب الاغتراب، ورأيها حول معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين ومشاركتها في دور النشر بمجموعات من الروايات والمقالات المختلفة. تغطية خاصة للدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. حابة أسأل حضرتك عن يعني معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعني حضرتك بتشاركي في المعرض، رأي حضرتك في هذه الدورة رقم 40، يعني الزخم الثقافي الذي ترينه، الكتب المنشورة، كيف ترين هذا المعرض بعد 40 عام؟ أحب معرض الشارقة بشكل خاص، وأحب الشارقة بشكل خاص لسبب شخصي. في 1990 عندما حدثت أزمة العراق والكويت، الصحف العربية استغنت عن الصحفيين العراقيين والمراسلين العراقيين تقريبا، وجدنا أنفسنا خاصة نحن الذين في الخارج بدون عمل. وأن تكوني في بلد أوروبي مع عائلة وليس لك دخل، مأزق كبير. فجاءني اتصال من الشارقة بأن عندهم مجلة جديدة قيد الصدور ويدعونني للكتابة فيها، فقلت لهم أنا عراقية، قالوا نحن نريد رأب الصدع العربي. ومن يومها إلى اليوم أعيش أنا وعائلتي منها. فالشارقة بالنسبة لي هي كانت الظهر الذي سندني في أصعب وقت مررت فيه. أتي إلى الشارقة وأحبها، وقد يكون لي قراء فيها لأن أنا اسمي يتردد في صحافتهم. يعني المعرض جميل وكبير، وهو فرصة أيضا للتعرف على الكتاب العرب والأصدقاء والوجوه الجميلة مثلكم اللي الواحد يلتقي فيها من زملاء المهنة. ومن إنعام كجاجي، ومعناها اللي يشتغل بمهنة الكجة بخيوط اللباد، فأجدادي كانوا ينسجون هذه الخيوط لصناعة البسط التي تفرش تحت السجاد العجمي، لأن السجاد العجمي ثمين حتى ما يأخذ رطوبة من الأرض. أجدادي كانوا ينسجوا سجاد رخيص يوضع تحت السجاد الثمين باختصار. كل الشكر لحضرتك كاتبتنا العراقية الكبيرة. تغطية خاصة للدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. مستمعينا ومستمعي صوت العرب، أحييكم، وهذه الرسالة اليومية الجديدة من داخل أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهذا الكتاب المهم والذي يرصد علاقة حب وعلاقة تبادل ما بين التاريخين وعلاقة ثقافة ممتدة عبر سنوات وقرون أيضا. إنها الكاتبة والمبدعة العربية والإماراتية الكاتبة الروائية الكبيرة الأستاذة ميسون صقر. نرحب بك ضيفة عزيزة على موجات صوت العرب. أهلا وسهلا بك وبصوت العرب. أستاذة ميسون، حين أتحدث عن يعني ترسيخ حضرتك لتاريخ مصر من خلال عين على المقهى، هو عين على مصر من خلال المقهى وليس العكس. هو كتاب يتحدث عن بداية الحداثة في مصر الجديدة، بدأت مع الخديوي إسماعيل في المباني، ثم في القوانين والأوراق من خلال الوثائق التي بحثت فيها. فبدأت أنظر إلى عين إلى القاهرة من خلال هذا المقهى الذي ضم أهم الكتاب
والمثقفين والمغنين، كانت أم كلثوم موجودة فيه وتغني، كان زكي مراد يغني فيه، كان نجيب محفوظ الكاتب الكبير صاحب نوبل يجلس عليه هو ويحيى حقي وتوفيق الحكيم، كانت أجيال من المبدعين والمثقفين والروائيين يجلسون عليه. كان تاريخا للثقافة المصرية من خلال مقهى بدأت أنظر إليه فقط، ثم بحثت عن كل هذه الأشياء التي تعيدني إلى القاهرة مرة أخرى. يعني هل حضرتك يعني كانت هناك نظرة أو إحساس بقيمة التاريخ وعظمة التاريخ حتى تستطيعين رصد الأحداث المتغيرة على القاهرة وغيرها في مصر كلها، في كل ربوع مصر، من خلال عينك الراصدة للمقهى؟ أنا أرصد لحظة في تاريخ مصر. تاريخ مصر كبير وعميق وعظيم، لا تستطيع أن ترصديه في كتاب واحد، لكنني أرصد ما حدث في خلال الثلاثينات والأربعينات من 1908 إلى هذا الوقت من خلال بعض المواقف السياسية والثقافية والفنية داخل هذا المقهى التي تشير إلى حضارة وثقافة ووعي في هذه المنطقة من خلال شيء بسيط وصغير. إذا كنا بحثنا في كل الأماكن سنجد أكثر من كذا بكثير جدا. أهم الأحداث التي توقفت أمامها ميسون الروائية، ثم اعتبرين يقول المؤرخة، لأنه بالفعل الكتاب به أحداث تاريخية كبيرة، عين الروائية أولا. الروائية خلتني أبحث عن أشياء صغيرة في تفاصيل البشر، في تفاصيل الأماكن، في تفاصيل البيوت، في تفاصيل حتى القصة الواحدة أبحث عنها في أكثر من قول أو أكثر من حكاية. وعين المؤرخة؟ المؤرخة تحليل الوثائق التي كانت بها وربطها بتاريخ مصر في تلك الفترة، أو الخروج من تاريخ مصر إلى فكرة صغيرة داخل المقهى، فتحليل هذه الأشياء وردها إلى تاريخها أو مكانها، تحلل لي بعض أو تفتح لي بعض مسارب المستغلقات داخل النص الوثائق. يعني مقهى ريش عين على مصر، يعني أهم يعني وثائق كثيرة تاريخية توقفت أمامها. نعم. يعني أي الأحداث التاريخية التي يعني تركت أثرا وبصمة في عقل وقلب ميسون صقر حين ترصد؟ لحظات كثيرة ثقافيا، مثلا وجود فكرة المثقفين واجتماعاتهم وحواراتهم وعلاقتهم بالمقهى وبالسلطات وبالثقافة المصرية كيف تحدث، سياسيا كيف خرج ودخلت الثقافة إلى المقاهي والمناطق الصغيرة داخل مصر. الثقافة أو السياسة أو الفن لم يكن يعني كطائر يحل في فقط في منطقة واحدة، لكنه تغلغل حتى من مشاعر المصريين إلى أماكنهم الصغيرة، في مقهى صغير، في منطقة صغيرة، في مظاهرة، في رفض ما، في بيان مكتوب، في غنى بسيط، في قصيدة شعر كانت موجودة. يعني أنا أذكر إلى مثلا في فؤاد حداد أنه يكتب قصيدة عن كوبري مبابة. يعني هذه الأشياء البسيطة التي أمل زنقل يكتب عن الكعكة الحجرية، يعني فهو يعني هذه العلاقة المترابطة ما بين الشخصي الإنساني في المبدع أو الفني أو الكاتب أو المغني وبين بلد. ودموع يعني الجمهور رأى عيون ميسون وهي يعني تبكي من كلمات، يعني كل مجرى العيون، عين الحسود، لأنها رصد فكرة حتى كلمة العين داخل مصر كم كانت عميقة وكبيرة، من كتابة بعض المناطق باسم عين إلى فكرة يا عيني. من الوجع إلى الفرح. إلى الفرح صحيح. يعني من صيد اللؤلؤ التي كانت تاريخا أيضا، يعني نعم. يعني تبحرين دوما في حركة التاريخ وارتباطه صحيح. بالرواية صحيح. وارتباط أصوله بالواقع أيضا صحيح. يعني صيد اللؤلؤ التي تركت بصمة وعلامة فارقة أيضا في تاريخ الرواية المعاصرة والحديثة نعم. الآن إلى مقهى ريش، يعني هذه المسافة نعم. وهذه الحقبة التاريخية التي تكتبين عن الخليج وتعودين مرة أخرى. كل مرة أنا أكتب عن مصر أو عن الإمارات أنا أعود إلى أصولي في هذه المناطق. أنا إماراتية يعني مصرية ومصرية بقلب إماراتي. في كل الروايتين اللي عندي كتبتهم ما بين مصر والإمارات، وفي مصر كتبت حتى بالعامية
يعني حتى عامية المصرية حاولت عشان أفهم اللغة وأفهم كيف أفكر لما أقوم بكتابة هذا الكتاب. ويعني نهاية رأي حضرتك، يعني الشهادة يعني اسمحي أن أقول أنها مجروحة، لكن معرض الشارقة الدولي للكتاب بهذا الزخم وهذا القلق الذي أراه في عينيك وأنت بين جمهورك وأهلك بالشارقة توقعين هذا الكتاب المصري الخاص، كان لابد أن أرجع إلى هنا لأقوم بحفل توقيع ومناقشة هذا الكتاب في منطقة تحب مصر وأشخاص يحبونها. فأنا كان يعني ولأني أفخر بأنني أكتب عن مصر لابد أن أفخر به في بلدي وهنا. ونحن نفخر بكم وأنتم في قلوبنا. الكاتبة الروائية الكبيرة ميسون صقر، شكرا وهنيئا لنا، كنت ضيفة عزيزة على موجات صوت العرب. شكرا لكم وأتمنى لكم دايما التوفيق والسداد. تغطية خاصة للدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. الإعداد والتقديم ياسمين إبراهيم.